كارديان اخر شيء يعني هو في صار ديسكريبنس بين التو سيشنز امبارح. على كل حال البريكارديوم كنا اوريدي بلشنا فيه وحكينا كيف ان البريكارديوم البريكارديوم حكينا هو الممبرين اللي حيغلي في الهارت، حكينا انه في عندي تو بارتس منه اللي هم ايش؟ فايبرس بريكارديوم وسيروس بريكارديوم. الفايبرس بريكارديوم حكينا انه بيعمل ايش؟ شو وظيفته يعني شو؟ يثبت القلب. يس هو بروتكشن يا اوف كورس كون هو فايبرس ماتيريال دنس ريجلر فيري تف ماتيريال بيعمل انكورج للهارت بيعمل كونكشن مع سراوندينج ستراكشرز فانت حيعمل اتاتشمنت مع ايش؟ ماتيريالي مع الستيرب وانفيريرلي مع الديافرام وبالسراوندينز كذلك مع الفيشيا تبعت ال اورجنز بس منيح. هلا هاي بالنسبه للفايبرس بريكارديوم اوكي وحكينا كيف انه اهم شيء انه الاتاتشمنت له مع الهارت بتكون وين؟ من الميجر بلاد فيزلز من الاعلى اوكي فهو ماسك الهارت من الـ من الـ من الـ من الروت اوف ذا هارت من الاعلى اوكي من الميجر بلاد فيزلز وحكينا هاي بتعمل انكورج للهارت بحيث انه الهارت سسبندد صار ويذن الميدل ميدياستينم بالتالي هو فري تو موف وتو بيت ويذن الميدل ميدياستينم اوكي بتعمل الفايبرس بريكارديوم حكينا شو فيه سيروس بريكارديوم والسيروس في عندنا تو لايرز اللي هم بارايتال وفسرة البرايتل متصل مع الفايبرس اوكي متصل مع الفايبرس بينما السره الفسرة المتصل بالهارت وول حكينا لها اسم ثاني ابيكارديوم يس سميناها ابيكارديوم بتشكل صارت بتشكل بارت من الهارت وول اوكي هلا هاي بالنسبه للبريكارديوم هلا بتوين البرايتل سرط صفة في عندي ايش؟ بريكارديال كافيتي اللي فيها سيروس فلويد والسيروس فلويد هو اللي حي يعني يسهل عملية الموفمنت ويخفف الريفليكشن يسهل بالتالي الموفمنت اوف ذا هارت هلا حكينا كيف انه حتى يكون في عندي بسرط يكون في عندي انكلوزد سبيس اللي هو البريكارديال كافيتي وكونه في انكلوزد سبيس معناه لازم يكون في ريفليكشن ما بين البرايتل والفيسرال يعني البرايتل والفيسرال لايرز لازم يكونوا كونتينيوس تو ايتش اذر صح الكونتينيويشن هاي بتتم اراوند الميجر بلاد فيزلز وفي عندنا بسبب عمليه الديفلوبمنت كنا حكينا كيف انه بالاساس اثناء مد الهارت نفسه بتكون على شكل تيوب والتو سايز له بتكون one side the arteries وone side the veins. لما أحكي arteries أنا بحكي عن البلمونري ترانك وبحكي عن الأورت. أوكي. plus بيكون في الأذر سايد اللي هم ال veins. وبالحالي هاي بحكي عن البلمونري veins والvena cavae. أوكي. هلا هاي بعدين أثناء development بصير في عندي looping ل the heart هذا وبيقتربوا two sides من بعض ومن البعض. طبعا بيقتربوا من بعضهم البعض لحد ما انه بالنهايه بتصير ال 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 الالتيميت شيب لهم بالطريقه اوكي ففي عندي انا الارتريز اللي هو البلمونري ترانك والاورتا وسراوندينج الخط الصغير هذا انا منطقه الريفليكشن ما بين البرايتل والفيسرال وصار انذر ريفليكشن اراوند الفينز اوكي another reflection around the veins كلياتهم طبعا الفينز اكثر وبسبب الستركتشر هذا والديفلوبمنت هذه اللي صارت التشينجز اللي صارت بنشا عندنا تو ساينس حكينا او تو ريستريكتد ارياز ويذن البريكارديال كافيتي اتسلف واحده منهم سميناها اللي هي ترانسفيرس ساينس اللي هي ما بين التو ريفليكشنز اللي حكينا عنهم ما بين الارتريز وما بين الفينز يعني هذه المنطقه السهم هذا في سهم ايوه اوكي هذا بيدل على منطقه البريكارديوم الترانسفيرس ساينس هون نفس الشيء شايفين هذا السهم هون تعطيني اللي هي منطقه الترانسفيرس ساينس يعني البريكارديال كافيتي نفسها
إذا حطيت إصبعك أنت جوا ما بين البرايتل واللير والفسرال أوكي بإمكانك تمشي لما تيجي عند المنطقة هاي إصبعك ممكن يدخل بيناتهم لحد ما يطلع من الجهة الثانية continuous هاي المنطقة أوكي ما بين right side والليفت سايد أوكي خلال between the reflections plus إنه بسبب shape of the pulmonary veins أوكي بنحصل برضو another between the veins نفسهم another sinus من اللي هو الأوبليك sinus أوكي هذول two sinus يعني أو يعني restricted areas within the pericardial cavity بسبب ال distribution لل veins والarteries innervation كنا حكينا عن innervation حكينا كيف إنه ال fibrous pericardium والبارايتال لاير من السيروس بريكارديوم هذول يعتبر سوماتيك ستراكتشرز فبالتالي انرفيتد باي سوماتيك نيرف اللي هو ايه الفرينيك نيرف الفرينيك نيرف هو سوماتيك نيرف وبينما الفيسرال لاير زيها زي بقيه اللي بنطبق عليها ما ينطبق على الهارت اتسلف او الفيسرا وبالتالي انرفيشن لها بيكون من اوتونوميك نيرفس سيستم اوكي سمباثيك والبارا سمباثيك الاوتونوميك بيكون من اللي هي الكاردياك بلكسس في وحكينا كيف انه الكارديك بلكسس او الاوتوناميك بلكسسز بالعاده مكونه من سمباثيك وبارا سمباثيك في الحاله هاي السمباثيك بده يجي من وين من السمباثيك ترانك اوكي بينما البارا سمباثيك من الفيجاس ففي برانشز من الفيجاس مع برانشز من السمباثيك ترانك بيندمجوا مع بعض ومن بعض بكونوا لي شيء نسميه كاردياك بلكسس وهذا اللي بيغذي ال heart okay both sympathetic وبارا sympathetic هلا هاي بالنسبة لل innervation حكينا في فرق بيناتهم clinically شو الفرق بين إنه يكون innervated by somatic أو autonomic الأفرنس تبعت somatic nerve okay somatic nerves very specific okay والبين تبعها بيكون سريع يعني أي trigger بسيط بصير في عنا painful sensation فبالتالي إذا كان problem في somatic structures بصير في عندي referral pain toward the phrenic اللي هو حكينا وين phrenic yes the phrenic nerve أصله 3-4-5 اللي هو من brachial plexus هذول بيغذوا منطقة اللي هي cervical region والposterior part من الهيد في مشكلة في البريكارديا من الريفرال بين لها بتصير توارد هذه المنطقة أوكي بينما الأفرنس سبعات الأوتونوميك نيرفس سيستم قصة مختلفة خلينا لما نيجي نبدأ في المحاضرة الثانية نحكي عن الإنرفيشن تبع الهارت أوكي البريكارديا ليش فقط هذا صارت بيس أوف كيك يعني صح؟ هلا شو في أنتيريور للبريكارديا؟ لا المديستم الاسترنم هذا جزء من الوعر ما حدش يقول لي استرنم اوكي بالمديستم وذن المديستم الا اذا ما حددتش مديستم بيكون في استرنم ماشي غير ايه ثايمس اوكي يلا بصوره ايه البريكارديوم انتيريور للبريكارديوم استرنم ثروسيك ارتري كويس ايمان تبع وشو كمان ممكن يكون anterior أو anterior lateral؟ الفرينيك نير بس بقدر نصرف عنه الفرينيك نير أوكي الفرينيك نير posterior لي إيه يعني esophagus إيه لا إيه descending aorta ايه ازايغاس كانوا في ستراكشرز الفراسك داكت الفيغاي اوكي اورينتد هلا بلشنا نجمع المعلومات اوكي جود انفيريرلي ديفرنس سوبيريرلي كل الميجر بلود فيزلز والكونتنت اوف ذا سوبيريير ميدياستينم هذول كلياتهم موجودات ابوف البريكارديوم اوكي
طيب هلا يعني كلينيكال انتم الى هذا ممكن يصير احيانا في عندي انفلاميشن في البريكارديوم اتسلف بنتج عنه لو بصير في عندي اكسس في الفلويد بصير في عندي انكريز في الفلويد ويذن الكاردياك كافيتي هذا بصير في عندنا بريشر على الهارت اتسلف بياثر على الفانكشن تبعت الهارت اتسلف اوكي في الحاله هاي ممكن يشيلوا الجزء من الـ من الـ من الفلويد هاي من خلال انه يعملوا اكسس توارد البريكارديال كافيتي موست بتكون جاست قريب من الميد لاين جاست ويذن الكوستال مارجن ما بين الكوستال مارجن انفيريرلي وما بين الزيفايد بروسس اوكي وبيكون بتقريبا يعني ابورد approach toward البريكارديوم اوكي اوكي اذا هاي بالنسبه للبريكارديوم ننتقل للهارت الهارت بعتقد هو اسهل شوي يعني